بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ورا وشفيق أنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنرحب بأستاذنا الفاضل المقتدر سحمد المقريش على حضوره وتلبيته الدعوة مرة ثانية بهذه المدرسة، والتي يكن لها كما أخبرني كل الاحترام والتقدير، وطبعا لأساتذتها وحضورها وإداريها ومحبيها وطلبتها وتلامذتها. ولذلك عاد لنا مرة ثانية وسيعود مرة ثالثة على رغم أنفه، لأنه أستاذ مساعد بهذه المدرسة. فمرحبا به في دورة ثانية بالعيون الشرقية المخصصة طبعا كما تعلمون في علم الفرائض. وهذه الدورة التي ستستغرق يومين، يوم الأربعاء والخميس، وهي مخصصة بالطبع للقسم العمل، يعني من حيث العمل. فخصص هذه المحاور في أولا كيفية اختيار الأفضل للجد ومعه إخوة، ثانيا الشواذ من المسائل الفرضية، المحور المسائي وهذا المحور الصباحي اليوم، الفترة المسائية، التأصيل والعول أو الرد والتصحيح. يوم الخميس غدا إن شاء الله الفترة الصباحية العمل في المناسخة الوصية والتنزيل، الفترة المسائية العمل في الصلح والمفقود والخنثى. ولم أسأله من قبل هل ستكون هناك أسئلة إن شاء الله مساء، ستكون إن شاء الله، والفائز والناجح سيحصل طبعا على ماذا أستاذ؟ على إجازتي، لكن على الإجازة ولكن بشروط ثابتة. درنا لهم منهج أنه اللي بغى يتبع المحاضرة مجرد من الخروج منها لكن محاضرة مطبوعة باش ما تبقاش تلقى إن شاء الله، يعني كل نهار تاخذوا مطبوع إن شاء الله يسر الأمور. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. اللي تفضل الأستاذ مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. سعداء بلقاء بكم مرة ثانية في هذه المؤسسة الجميلة الطيبة وأهلها. فأول ما نبدأ به تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا هذا العمل، إدارة وأطر وطلبة وكل زائر، سواء في الدورة الأولى الحاضرون والحاضرات، كل واحد باسمه وصفته. ما أنا إلا عبد ضعيف يستهدي له بعض الكلمات مزجت في البيان تتعلق بالفرائض. نسأل الله أن يعلمنا ما ظهر منها وما بطن. الدورة الثانية بكل اختصار تتعلق بالجانب العملي التطبيقي. إن كان الجد يدرج وهو مع الإخوة في مشاكله، وأعتذر عن هذه اللفظة، إن كان هو من في القسم الفقهي لكن ارتأيت أن أبدأ به لما فيه من دقة في اختيار الأفضل للجد. ثم بعد ذلك كما ذكر السيد المدير في يعني الحصص، سنخصص الحصة المسائية لليوم الأول في هذا اليوم لمبادئ تأصيل الفريضة بطريقة جميلة إن شاء الله، مختصرة مفيدة. ثم نأتي على العول بكل تفاصيله ونغض الطرف عن الرد، لأن العمل في المغرب كما هو وارد في الفصل 349 من مدونة الأسرة أنه لا يرد، بل يرد على جميع الورثة بما فيهم الزوجين تبعا أو بناء على قول لعثمان بن عفان خلافا للجمهور.
ثم نصحح الفريضة كما يجب كسارا واحدة واثنين وثلاث دون رابع، باعتبار أن الانكسار على أربع في مذهب مالك لا يجوز، حيث الجدتان فقط لا ثالث لهما، وإن خالف مالك زيدا. أقول ثم نأتي على موضوع العمل في المناسخات ثم الوصية لكل تدقيق، فالمفقود والخنثى والصلح، ونختم هذه الدورة باختبار لمن أراد، وهو يتعلق بالقسم العملي فقط دون أسئلة نظرية، فهي جداول عشرة، أقول لكم عشرة، أخصصوا لها ساعة، ساعة كاملة، من فاز سيحصل على إجازة، ومن يفوز فقد حصل على تواصل في هذا العلم الجميل. أبدأ بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. سأخصص خمس دقائق ثم ألتحق بالسبورة، لأن الجد رجل شيخ، حتى المخزن ما كيديش الحبس، وبالتالي ما يمكنش غادي نوقفوا له، أبدا ما نتعاون عليه، شي واحد يجيب له كنبة، شي واحد يد باش ما يضرش بينا. تعلمون بأن من أكثر الموضوعات جدلا وإشكالا في المواريث الجد، من تسأله هل تعرف الفرائض يقول لك حيد عليا غير الجد، يا لطيف يا لطيف. لكن ليس هو الموضوع الصعب بين قوسين، وإن كان الوصي والوصية كذلك بعض المناسخات الدقيقة، والوصي الواجبة لمن اتجه تجاه القانون. أقول من أكثر الموضوعات جدلا ونقاشا ودقة في تحليل فريضة وجد فيها، الجد مع إخوة أشقاء أو لأب. فالجد الوارث هو الجد الصحيح، اسمه الجد الصحيح، ويقابله الجد الفاسد، ليس لفساد إخلاقه ولكن لفساد جيبه، لا يرث، وهو أب الأم. فردا على الذين يقولون يجب التسوية في الإرث، نقول لهم الشرع ورث، ورث أم الأم ولم يورث أبا الأم، ولذلك إذا قسمنا معها سوف تضيع الجدة. نعلم من هذا بأن الجد الصحيح هو أب الأب، وأب الأب وإن على يرث، فإذا كان في الفريضة، عقلوا عليها، أب الأب دون أب، لأن الأب يحجبه، ولم يكن معه إخوة أشقاء، فميراث الجد يشبه الأب. إذن عدم وجود إخوة أشقاء أو لأب في فريضة، يرث الجد أب الأب بالسنة النبوية، في حديث عمران بن حسين قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له، فقال له إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه، قال لك السدس إلى آخر الحديث. ثم نقول يرث الجد مثل الأب في أربع حالات ذكرها إبراهيم الشران، ويقول أغلب الدارسين الفرائض ثلاث أحوال، لكن هي أربع. فيرث الجد السدس فقط عندما يوجد معه في الفريضة ولد ذكر، ابن وابن ابن وإن سفلا مهما تعدده، ويرث السدس زائد التعصيب إذا وجد معه في الفريضة فرع أنثوي، بنتون وبنت ابنين مهما تعددنا. ثم يرث الباقي في فريضة وجد بها صاحب فرض من الزوجين والجدة إلى غير ذلك، مع عدم وجود الفرض، ما خصش يكون الفرض، يرث الباقي. الحالة الرابعة يستبد كما قال الشغال، يستبد ويستحوذ على التركة إذا وجد وحده، أو وجد معه من يحجب به، وتعلمون بأن الجدة يحجب الإخوة للأم، ومن هنا هل يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب؟ مسألة خلافية، اختلف العلماء منذ عهد الصحابة، لأن قضية الجد مع الإخوة الأشقاء والأب لم تطرح، هذا هو السبب الخلاف، لم تطرح في عهد الرسالة، وبعد عهد الرسالة في عهد الصحابة طرحت، فقال أبو بكر ومن معه من عائشة والزبير وجماعة من الصحابة والتابعين، قالوا بأن الجد هو مثل، هو مثل الأب، يحجب الإخوة جميعا. لكن زيد بن ثابت الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، خالف
أبا بكر ومن معه، وقال بتوريث الإخوة الأشقاء والإخوة للأب مع الجد. وإذا كان رأي زيد أخذ به جمهور الفقهاء من المالكية وأغلب الشافعية والحنابلة وغيره، وكذلك تلميذ أبي حنيفة أبو يوسف والحسن أخذ برأي الجمهور خلاف لأبي حنيفة الذي تبنى رأي أبي بكر الصديق وهو حرمان الإخوة من الإرث إذا وجد معهم جد. فإذا كان للصحابة جمهور الصحابة اتفقوا على تبني رأي زيد، ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة ومن تبعهم، وكذلك القوانين العربية في مدونات الأحوال الشخصية لديهم، ومنها مدونة الأحوال الشخصية المغربية السابقة واللاحقة الجديدة وهي مدونة الأسرة، خاصة في الفصل 354 أظن هو هذا الفصل الذي تحدث عن اجتماع الجد مع الإخوة. إذا كان الجمهور اتفق على أن الإخوة يرثون إخوة الأشقاء والأب ذكر وإناث اجتمعوا يرثون مع الجد، لكن اختلفوا في الطريقة. لكن زيد والجمهور له طريقة في توريث الجد، بل في اختيار الجد للأفضل له. فيمكن أن نقسم إلى هنا الجد ومعه إخوة أشقاء. الآن إخوة أشقاء نضع صنف من الإخوة لا نجمعهم. ثم تعلمون لماذا نجمعهم في البداية؟ لأن جمع صنفي الإخوة هو في حد ذاته قد يعتبر معدة. ولذلك نقول اجتماع الجد مع صنف من الإخوة أشقاء ذكور وإناث أو مجتمعين مختلطين، ماذا يرث الإخوة وماذا يرث الجد؟ بادئ لبدء، يعتبر الجد مع صنف من الإخوة كأخ ذكر معه. ما معنى كأخ ذكر معه؟ بمعنى أنه إذا اجتمع الجد والأخ والأخت اعتبر الجد بسهمين والأخ بسهمين والأخت بسهم واحد. لذلك التعصيب بالغير من بين الذين يعصبون بالغير الأخوات الشقيقات والأخوات للأب مع الجد. انتبهوا، العاصب بالغير قد يقول قائل فيه، هذا عند رأي الجمهور، قد يقول البنت مع الإبن وبنت الإبن مع بنت الإبن مع إبن الإبن والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق والأخت للأب مع الأخ للأب، هذا صحيح. لكن الجمهور أضافوا الجد إذا وجد مع الأخت الشقيقة والأخت للأب فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين، وألا أدل على ذلك من قول خليل وعصب كل أخ يساويها الأربعة ذكرناهم والجد والأوليان الأخريين. المقصود بالجد هو أوليان هي البنت وبنت الإبن، إذن الجد كل من الجد والبنت وبنت الإبن يعصبين الأخرين. شكون هما الأخرين؟ الأخت الشقيقة والأخت الإبن. فتعصب البنت وبنت الإبن الأختين تعصيبا مع الغير، ويعصب الجد الأختين الشقيقة والأب تعصيبا بالغير. إذن على هذا الأساس قال من يعني الجمهور وتابعا لطريقة زيد إن الجد يعتبر مثل الأخ فيرث بالاختيار في حالتين، هاتان الحالتان هو إذا وجد الجد مع صنف من الإخوة ولا يوجد معهم صاحب فرض. المفترض بصاحب الفرض هو الزوج أو الزوجة، الجدة أو الأم، والبنت وبنت الإبن، هؤلاء هم المفترض أن يكونوا مع الجد والإخوة. إذن عندما لا يكون أحد هذه أصحاب هذه الفروض فالجد عند مذهب زيد والجمهور يختار بين أفضل شيء، الأول ثلث التركة، ثانيا المقاسمة كذكرين أو كأخ معهم حسب ما ذكرناه من فرض سهمين إن وجد مع وجدت معهم أنثى أي أخت، وبسهم واحد وجد مع إخوة ذكور لأنه كأخ ذكر. الحالتان يقابلهما ثلاث حالات، في ماذا؟ في الصورة المقابلة، وهي وجود فرض أو أكثر ممن ذكروا من الأزواج والبنات
والأم والجد. إذا وجد فرض أو أكثر فإن الجد مع صنف من الإخوة يختار بين ثلاثة أشياء، الأفضل منها يأخذها ونحن نعطيها للجد. إذن هذا هو التذكير، طريقة الاختيار سوف نراها، أضع هذه في جيبي ثم أنتقل إلى العمل.